لم يتوقف سقوط القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الجيش الوطني والمقاومة رغم كل ما تعلنه الدولة من تقدم على ساحة مكافحة العنف المسلح في محافظة مأرب. أحدث تجليات مسلسل العنف انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية وسط المدينة أوقع قتلى وجرحى. تبهت السلطات بسرعة التعامل مع حجم العملية وتداعياتها ما قلل عدد الضحايا، لكن هذا لا ينفي حقيقة عودة الخلايا النائمة لمحاولة ضرب أمن مأرب، عودة لا تمنع سيل الأسئلة المطروحة عن جدوى السياسة الأمنية الراهنة في ظل المخاوف من الاختلال الأمني وبعد العثور على أكثر من خلية تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في المدينة. تعلم مأرب أنها مستهدفة وتعلم السلطات أنها في مواجهة مع الميليشيا، لكن لا هذا ولا ذاك، يعلمون أن الإرهابي المتجول لا يقع غالبا في شباك الرصد الأمني ويستميت في إفساد المشهد واصطياد الضحايا. التفجير الأخير يأتي بعد انحسار موجة التفجيرات والاغتيالات التي استهدفت مأرب منذ ما بعد تعزيزها بأجهزة مكافحة الإرهاب، لكن الوقائع تشير إلى أن بقاء الباب مفتوحا أمام استمرار المواجهات ولو في جزء من المحافظة كما يحدث في سرواح له تأثير كبير على مسرح الأحداث في المدينة. وليس من هدنة هنا تقول الأخبار اليومية الواردة من سرواح، على الرغم من مرور أكثر من 20 يوما على سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل لجان للتهدئة، إلا أن الميليشيا ما تزال تحشد مقاتليها وتستمر في مهاجمة مواقع الجيش والمقاومة. مأرب التي احتضنت كل الفارين من جحيم الميليشيا في الداخل تبدو هدفا رئيسا للميليشيا والجماعات الصغيرة العاملة في فلكها، لكن قدرة السلطات على حسم معركة سرواح ومناطق الهامش سيعزز من إمكانية سد كل الثغرات وإغلاق الباب أمام أي محاولة تسلل لهد الأرضية التي تقف عليها قيادة الجيش الوطني والقوات المشتركة.